حياتك الكل نقولوا شكون تقول يا شارع شنو؟ يا شارع؟ الباجي. الباجي، الناس الكل تقول يا شارع الباجي وهي يا شرعي ليشي. اها تصحيح معلومة. مش نعود نغنيو الأغنية صحيحة، مش يعاقبونا زاد. إي. دونك من الكلام اللي موجود في الأغنية هذا اللي يقولوا لابس برنوس القداري داخل العروس، لابس شاشية القداري ويعز عليه. يا شرعي ليش القداري مشي ما ودعنيش الدايمر. وزيادة على ذلك تشارت نوعية الأغاني هذه متاع الزندالي اللي تعملت له شطحة خاصة به اللي هي لوحة الزوفري. أكو سي فغي. ويشطحوا فيها كان الرجال بلاش تدوير نص بلاش تدوير حسين. تعرف علاش نقول لك سي فغي؟ خاطر أنا عندي دبلوم تاع رقص فولكلوري، دونك نعرف الحكايات هذوما. وخذيته بيان سور من عند المرحوم حمادي الغبيبي الله يرحمه وينعمه من الانستيتيو نتاعو. اي وقت اللي خذيت الدبلوم هذي تسال تراه قال لي قوم اعمل وقت الامتحان قال لي قوم اعمل لي شطحه نتاع زوفريز تي تام بيش كان حاب يحصلني. قال لي قوم اشتح لي شطحه الزوفري. قلت له يا اخي انا زوفري يا اخي غزر لي هكا. قال لي اي قوم وريني اللي انت تعرفها. قلت له ليه شطحه هذه نتاع رجال مش نتاع نساء. عطاني اي شطحه نتاع رجال ذكوريه دونك ما عنديش الحق نشطحها انا كراقصه دونك فوالا. اي سي تي تام بيج كان يحب يحصلني لو كان قلت له اي نشطحها ونعمل زعما كيما رجال راني ما نجحتش في الامتحان وما خديتش دبلوم. صح اي عايشك ميرسي بوكو. كمل سامحني ما خصيت عليك. المهم الشطحه هذيا شطحه ذكوريه تشطح كان بالاكتاف وبالساقين شطحه نتاع بانديه. وكما قلت لكم يشطحوا فيها كان رجال بلاش تدوير حزام خاطر كان تدوير الحزام تدوير النص نقولوا احنا كان عيب قبل. خاطر الراجل اللي يشطح بحزامه عيب كبير. والشطحه اللي كنا نحكيو عليها ما فماش امراه ما تعشقش الراجل اللي يشطح الشطحه هذه. اللي هي الشطحه الرجاليه كما قلت لكم ويقعد ديما عيب اذا باش يدور نص. تعرفش شكون يتقنها الشطحه هذيا في الرجال اللي احنا عندنا معناتها في المزاوديه الكبار؟ هيدي حبوب. هيدي حبوب ما شاء الله عليه عنده مشيه نتاع الزنديلي وكيفاش يعمل شوارعي فوالا شوارعي شوارعي راني عندي ثقافه راه صحيتك يمشي ويعمل هكا يديه معناتها ينثورهم من وراه كانوا ينثور في حاجه من يديه ويشطح محلي محلي ومن بعد يهز يده ويعمل هكا على راسه ويمشي بها سي سيغ راكم معناها اللي تبع فيا بون على كاب اف ام لايف تو يعرف كيفاش يشطح دونك يعمل هكا يديه يمشي سي الهادي حبوبه نوجه له تحيه ومن بعد يعمل هكا ويعمل لك الدومي سيركل نتاع الدوره وزاد اللي بيان سور عمل لها تابلو كويغرافي كبير برشا هو سي حمادي الغبيبي الله يرحمه وكان من الجمله يشطح حتى قدام بورقيبه معناتها بورقيبه الله يرحمه وينعمه رئيسنا كان يستدعى خاطر كان مواكب ياسر للثقافه وخلافا على انه المزاوديه معناتها ما تخرج الا انه فما تصوير للمزاوديه في حفلات وفي مهرجانات اللي كانت تمشيو حتى مع الفرقه نتاع مدينه تونس محمد كان تثبت يمشيوا حتى لألمانيا وزاروا العديد والعديد من البلدان الفرقة القومية الفنون الشعبية. شفت زادة كانوا الباندية كي يتعاركوا تصير نبزة هكا في القهوة يعملوا ربوخ بالذمة باش يتعاركوا في الربوخ هذاك داكوغ على الميزان بونيا بونيا اللي كيطيح واحد سي كملوا الربوخ ومن بعد يرجعوا صحاب تقعدش شوية وباش تطيح زادة باش تطيح على باش تطيح توا جات كلمة نعطيك توا نعطيك دم دمتك نعطيك دمتك يقولوها كيف كيف زاد كانوا يلبسوا لبسة خاصة اللي هي كيما الدنقري نتاعنا ولا ماريو الأبيض سبيدري أبيض والروك الحلفة نتاعنا والزنار كيما تعرفوا الجو نتاعنا نتاع المزود والشعب معناتها الفن هذا جينيرالمون يبدا ماريو الأبيض هكا لابسين ولا حتى باختصار ماريو المها صحيتك نحب نقول الفن هذا قد ما كان عيب وكنا نحشموا به قد ما تو ولات فخره والتونس الكل نحبوه صغار وكبار نساء ورجال مراهقين الكلنا نحبوا الفن الشعبي. وانا نحب ندافع على الفن الشعبي يعطيك بربي اونتر بارونتيز نحب زاد نقول كلمه باش الناس اللي تفهم تو الفن الشعبي قاعدين يسمعوا فيا يقولوا قاعد يحكي على الزنديلي. الزنديلي هذا نوع نتاع فن وعندنا ايقاع اسمه الزنداني. واحد باللام واحد بالنون والاخر بالنون. الزنداني هو ايقاع كيما نقولوا فزاني كيما فهمت اي طايحي خاطر فما ناس ما يفهموش قاعد نحكي يقول لك يحكي في الحكايه الكل قاعد يحكي على الايقاع
ايه. وما حتى لقاء زندالي. انت تحكي زندالي يقولوا زندالي. اي فهمتك. كله ايه. زندالي. اما هو فرق. فوالا يعطيك الصحة افتنا، يعطيك الصحة، كثرنا منهم الحكايات هذوما خاطر كشفونا على برشا حاجات. ميرسي بوكو انيس الامين. كان تسمح لي سيدة فما معلومة أخرى نحب نقولها على غناء قاعدين نغنيو فيه بالغلط. ايه. مادام فرصة هي. ايه. كان ما تراش مين. ما يسالش. كيما غناية ما تسمع كان وسع وسع. ايه. واحد يقول داي داني، واحد يقول داني داني، كل واحد قاعد يحكي. أه؟ الكلمة صحيحة داي دخلاني يا داي يا داي داي دخلاني يا داي داي دخلاني يقول داني داني يا داي. شكون اللي غني فيها ويا داي؟ حبوبة. حبوبة ما تسمع كان وسع وسع زين ريدي بستر المرسع داي دخلاني يا داي داي دخلاني. نقولوا داي داني يا داي. اي كل يعني صح برشا بنت معاوية عيشة ولا نتاع قدك بابوس لا اي مخ بخنوق بنت المحامي لا لا اللي في الصالحي خاني وبدلني لا لا عرفت عرفت اللي يقصد فيها فيها غالطة. قولوا فيها غالطة. بن استنى اي تو من غير ما صالحه ليه ماهيش صالحه ما تو نلقاوها تو نقولوها بعديك اش تو خلينا نسمعوا الهادي حبوبه بما ان احنا كنا نحكيوا عليه. نسمعوه في غنيه زينه الشبح يا العاشقه بصوت وليد التونسي.